ماذا عن الجهة الأخرى من الجبهة، حيث معنا أيضا أحمد جرادات من الجليل الأعلى. أحمد، مستوى التأهب في هذه الجبهة المتصاعدة؟ يعني بالفعل حالة التأهب هي مرتفعة جدا على هذه الجبهة، والتوقع الإسرائيلي بأن رد حزب الله يقترب، وهو ربما سيكون منفصلا عن الرد الإيراني، ورد حزب الله سيختلف عن الردود السابقة، بمعنى هو يبحث عن قتل جنود أو ضباط بحسب يدعوت أحرنوت، أو حتى إيقاع خسائر في صفوف الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي، وليس فقط إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل بسبب التأهب في قدرة القبة الحديدية والدفاعات الجوية الإسرائيلية. بخصوص الفيديو الذي نشر قبل قليل من قبل حزب الله، يتم متابعته بشكل لافت من الإعلام الإسرائيلي. يتحدثون عن الرسائل في هذا الفيديو من كريات شمونه إلى أيلات، وفي إسرائيل التقديرات بأن حزب الله يمتلك بالأصل صواريخ تصل إلى أيلات، إضافة إلى مسيرة شاهد 129 والتي تطير لمدى 2000 كيلومتر، وهي المسائل والمسافة ما بين الحدود مع لبنان وحتى أيلات، يعني أقل من 400 كيلومتر بقليل. وأيضا يتحدثون عن شبكة الأنفاق. المهم في هذا الفيديو هو كشف شبكة الأنفاق التي يتم نشرها لأول مرة من قبل حزب الله. سابقا يتحدث في إسرائيل عن وجود مثل هذه الشبكة داخل لبنان، ولكن في إسرائيل منذ بداية هذه المواجهة وهذا التصعيد، في كل لقاء جمع الجيش الإسرائيلي بالمواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون على مقربة من الحدود مع لبنان، كانوا يؤكدون بأنه لا توجد شبكة أنفاق تتجاوز الحدود من لبنان، وأن الجيش الإسرائيلي تعامل مع هذه الفرضية في عام 2018 عندما أطلق عملية اسماها عملية درع الشمال، وكشف ما لا يقل عن 6 أنفاق على تجاوزت الحدود من لبنان نحو إسرائيل، ربما أبرزها النفق الذي تجاوز الحدود من كفر كلا نحو منطقة المطلة في أقصى إصبع الجليل. ولكن هذا الفيديو ربما يطرح تساؤلات عن إمكانية وجود أنفاق أسفل تتجاوز الحدود ما بين لبنان وإسرائيل، وأيضا يعني طبيعة هذه الأنفاق، حركة الآليات الكبيرة في داخلها، وربما إنشاء مدينة أسفل بجنوب لبنان، وهذه الأنفاق هي أعقد من الأنفاق التي تتعامل معها إسرائيل في قطاع غزة، والتي حتى اللحظة لا توجد تقديرات إسرائيلية بأنها نجحت بالفعل بإحباط سلاح الأنفاق أو تدمير غالبية الأنفاق، رغم الإعلان بين الحين والآخر عن كشف مزيد من الأنفاق في داخل قطاع غزة. وعليه نتحدث عن حالة من التأهب مرتفعة، عن الاعتقاد بالرد الإسرائيلي، ولكن من الناحية رد حزب الله عفوا، ولكن من الناحية الميدانية الوضع هادئ منذ ساعة صباح هذا اليوم، ولم يتم تسجيل أي عملية من الجنوب اللبناني نحو إسرائيل. من الجليل الأعلى مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات، شكرا لك، شكر موصول أيضا لرامز